احتفلت اسره الفيلم الجديد اللبناني بينجو بالعرض الخاص بحضور حشد كبير من اهل الفن والاعلام في لبنان. ومن خلال فيلم بينجو بياخد المنتج جمال سنان تجربه جديده ومختلفه من تاليف كلود صليبا ومن اخراج الي حبيب. اما البطوله فهي لفؤاد يمين وزينه مكي وليان نمري. مخرج الفيلم الي حبيب اعتبر ان بينجو مسؤوليه كبيره عليه، وبالذات ان ده ثالث فيلم ليه في السينما اللبنانيه، واعتبر كمان ان الفيلم كوميدي بالدرجه الاولى بس ممكن يكون فيه مشاهد كوميديه محزنه. عم نشوف نشاط بالسينما اللبنانيه اليوم، قد ايه في مسؤوليه مع كل فيلم لبناني، وقد ايه اليوم المسؤوليه بالذات عليك كمان؟ مسؤوليه عم تكبر علي بالذات لانه هذا ثالث فيلم، يعني اذا بدك بهالسنين اللي مرقت، هالثلاث سنين اللي مرقوا، وانا اكثر شيء يعني بعتلني هم هو الثقه اللي حطوا فينا الجمهور، يعني بيبي جاب رقم عالي، فيتامين جاب رقم اعلى منه، وهلا بينكم متوقعين له ان شاء الله، يعني ما بدنا ننزل، اهم شيء نضل طالعين لنقدر نكون عم نساهم بتكوين هوية للسينما اللبنانية. قبل ما نفوت نشاهد فيلم بينجو، شو بتتوقع انه يكون ناطرنا فيه وشو بتخبرنا عن هذا الفيلم؟ ما بفيق اقول لك شو ناطرك، اذا بقول لك يعني نفضحه، رح تضحك كثير، رح تنبسط كثير وممكن تدمع بمطارح، فيلم كوميدي هادف للعائلة، وعلى الأكيد يعني بالنسبة لي كمخرج هو فيلم خطوة زيادة عن أفلام هوليك. أما بطلة الفيلم زينة مكي فقالت إن دورها في الفيلم جديد عليها، وإنها أول مرة تقدم الشخصية دي وهي بنت محامية بتدخل في تجربة غرامية مع الممثل فؤاد يمين. شو ناطرنا بهذا الفيلم اللبناني الجديد بينجو؟ شو ناطرنا بدورك بالذات؟ دور جديد، أول مرة بكون بكوميديا like pure comedy. دور بيختلف عن اللي قبله لأنه سبق وكنت بعمل درامية أو كنت ببلاك كوميدي، ودوري دائما بيكون رومانتيك أو كتير سيريوس أو كتير اللوف انترست، يعني هون في شخصية تقيلة شوي كتير سيريوس، وأول مرة بختبر حالي بهيك نوع من الأفلام ولقيت حالي فيهم. من بين أبطال فيلم بينجو الطفلة مسا حبيب بنت المخرج إلي حبيب، وكانت سعيدة جدا بتجربتها الأولى في التمثيل. بدي أقول لك ألف مبروك هذا الفيلم اليوم، هيك كنت أنت البطلة بهذا الفيلم، قد إيه مبسوطة وقد إيه مبسوطة بالعرض الأول كمان اليوم؟ كنت كتير مبسوطة وقت حضرت الفيلم، كتير انبسطت وكل العالم حضروه وهن كمان انبسطوا. اما المنتج جمال سنان فتوقع للفيلم نجاح كبير جدا في لبنان، لانه حضر للفيلم كويس جدا، وقال كمان ان عنده خطه لانتاج افلام للسينما اللبنانيه. توقعاتي انا نجحنا، اعتبر حالي نجحت لانه انا حضرت بينجو بالاستديو وهلا حضرته على الشاشه الكبيره. كثير كبر قلبي، كثير فخور انه انا قدرت وصلت فيلم لبناني فاميلي كوميدي مهضوم حلو كثير لكل العائلات. توقعاتي تكل على الله دائما، لما بلشنا ننتج افلام لبنانيه لقينا انه المسؤوليه في ناس عم تنزل تحضرك بمئات الالوف، انا لا لازم يكون في خطه عمل للسينما اللبنانيه دائمه. دائما بمعنى انه كل فتره كل كوارتر يعني كل ثلاث اشهر يكون عندنا عمل لبناني، ونحن بدنا نكون قد المسؤوليه للي عم يجي يحضرك بالسينما، السينما غير التلفزيون، التلفزيون فيك انت قاعد ببيتك تحضرها. فنحن انا كثير مبسوط وفخور انه في عجله بلشت بالسينما اللبنانيه، وهذا الشيء انا بوعد حضلني حافظ عليه ومستمرين فيه. منتج فيلم بينجو جمال سنان كشف لنا عن فيلم جديد بيحضر له في الوقت الحالي وهيبدا تصويره بعد شهرين. جمال، كل ما نحضر فيلم او عمل بنحكي عن الثاني او الثالث، خبرنا شو الثالث؟ هلا عم نحضر فيلم ان شاء الله حنفوت تصويره بعد شهرين، كمان كوميدي، رومانس كوميدي، بس هو كوميدي اكثر، كتابة كلود صليبا اللي صار عندي عدة تجارب مع اخراج الي حبيب، بطولة ماجي بغصن، وعدة ابطال هلا عم نقوم بالكاستنج، يعني ان شاء الله خلال شهرين حنفوت تصوير فيه. الفنانة ماجي بغصن بطلة الفيلم قالت ان النجمة الحقيقية لفيلم بينجو هي الطفلة مسا، واللي بهرت الكل بتمثيلها وادائها، واعتبرت كمان ان الفيلم فخر لصناعة السينما اللبنانية. من العرض الاول لفيلم بينجو اليوم معنا نجمة السينما اللبنانية ماجي بغصن، اهلا وسهلا فيك. ميرسي. أنا بطلت نجمة السينما اللبنانية، صار في نجمة عن جد أخذت مطرح الكل، مسا إلي حبيب، أنا بقول هي نجمة السينما لأنه
هي هيك النجمة الفريش الجديدة اللي فاتت عقلوب الكل، رائعة الله يحميها، بتاخد العقل وهي بامتياز نجمة. الفيلم اسم على مسمى بينجو، عن جد الموفي بينجو. بدي أقول للكل يجوا يحضروا لأنه فيلم بياخد العقل، كتير ايموشنال، بيضحك، فيه رسائل كتير، فيه معلومات ثقافية كتير، فيلم مشغول بذكاء بثقافة، مشغول على القد، مشغول كتير صح. فخر للسينما اللبنانية بينجو. أما عن آخر أخبارها الفنية فكشفت لنا ماجي بوغصن عن استعدادها لدخول تجربة سينمائية جديدة بعد ما تخلص تصوير مشاهدها في المسلسل اللبناني يا ريت. شو هي الستاب الجديدة بالسينما اللبنانية؟ قبل ما نحكي عن يا ريت المسلسل الرمضاني اللي رح نترقبك فيه كلنا. في السينما جديد كمان، صرت معودة هيك كل سنة يكون مشاركة بفيلم، نعلن عنه إن شاء الله قريباً. حالياً ضغط كتير بتصوير يا ريت، ويعني الضغط يلي بتحس كأنك اليوم طالع فعلاً بيكنيك. ومن بين الفنانات اللي جم يباركوا لصناع بينجو على فيلمهم الجديد كانت الفنانة رولا سعد والفنانة كارلا بطرس، واللي اعتبر وجودهم في العرض الخاص هو دعم للسينما في لبنان. اول شيء اهلا وسهلا فيك، اليوم جايين نحضر فيلم بينجو، فيلم لبناني. اول شيء قد ايه بتشجع السينما اللبنانيه وشو بتتخيلي هيك ناطرنا جوا؟ صراحه انا كثير بشجعها وكثير مبسوطه انه عم بيصير في فلومه من وقت للتاني. متوقع انه شيء كثير حلو لانه ليليان الكومبينيشن الموجوده بين ليليان فؤاد وزينه وكلهم، يعني كل واحد عنده التاتش تبعه، فانا يعني شهادتي مجروحة فيهم، بحبهم كلهم. الممثل كارلا بطرس بدي رحب فيك، واليوم جايين نحضر فيلم بينجو، فيلم لبناني جديد، خبرينا هيك شو بتحس انه ناطرنا ببينجو؟ أول شيء بدي أقول مبروك لإلي حبيب، وبدي أقول إنه بينجو اسمه كتير بوزيتيف، يعني ربح وهيك ثامبس أب، ويعني كتير إيجابي، ذكي كتير الاسم يلي اختار الاسم اللي بعتقد كلود، ألف مبروك كلود. حلو انه نحضر افلام كوميديه مع اولادنا، وحلو انه كلنا نجي نشجع بعضنا. اما الفنانه ميرفا قمر والاعلاميه ريتا حرب قالوا انهم متوقعين نجاح كبير للفيلم لانه بيضم مجموعه كبيره من افضل صناع السينما اللبنانيين. اكيد بتوقع نجاح كثير كبير، عودونا دائما كل الفنانين الموجودين بهيدا الفيلم، عودونا دائما يضحكونا يزرعولنا الفرحه بقلوبنا. بدي بارك لهم على هذا العمل الحلو، وبتوقع أكيد النجاح والاستمرارية، بنفتخر بهيك عمل مثل الفنان فؤاد يمين، من الشخص اللي كلنا بنحبه وبنعرفه ليليان نمرة، والفنانة الصاعدة اللي هي زينة مكة، وكل الاكيب الموجود، بتمنى لهم النجاح والاستمرارية. اليوم عم نحضر فيلم بينجو، ناطرنا فيلم لبناني جوا، خبرينا أول شيء شو بتتمنى لفيلم بينجو، شو بتتوقع يكون ناطرنا جوا؟ بتوقع شيء حلو لأنه سمعت أصداء حلوة إنه فيلم كوميدي وكتير مهضوم، حتى الشخصيات مهضومة والتريلر كان كتير مهضوم، فبتوقع يكون فيلم حلو. وبقول كمان للمنتج جمال ولزوجته ماجي إنه موفقين بكل الأفلام اللي بيعملوها. وبتعرف بلبنان نحن أنا بحب الكوميدي أصلاً، وبحس إنه هالأفلام بتنجح عنا ونحن بحاجة للضحكة الدايمة، فبدي أقول لهم جود لك. وآخر لقاءاتنا في العرض الخاص للفيلم كانت مع ملك جمال لبنان ربيع الزين، واللي دعا لدعم صناعة السينما اللبنانية بشكل أكبر من كده والوصول بيها لدرجة الاحتراف. ملك جمال لبنان ربيع الزين، أهلا وسهلا فيك. ربيع، دايما منلاحظ أنك بتشجع السينما اللبنانية ودايما منلاقيك بالأفلام اللبنانية، خبرنا اليوم شو بتحس ناطرنا بفيلم بينجو؟ يعني صراحة أنا تلميذ مسرح بالنهاية، فواجبي هذا وبعتبر واجب انه كل فنان اليوم يساند السينما اللبنانيه، لانه بيوم من الايام كانت رائده. اكيد بتوقع انه تكون عمل كتير حلو ومتكامل مثل كل الاعمال الحلوه، ولو انه عم تكون مبادرات خجوله، بس عم نشوف عم نضلنا عم نثبت نحن بعدنا على بعدنا يعني على الساحه. يعني اليوم بالمشاكل اللي عم تواجه كل الدول العربية، لبنان بعده قادر يصمد، بعده قادر ينتج، وبتمنى انه هذا الشيء يدخل بمجال الاحتراف وما تكون مبادرات خجولة اذا بدك.